ماشي، هنكمل مع بعض القوائم الماليه. اتكلمنا مع بعض عن قائمه المركز المالي، واتكلمنا عن قائمه الستيتمنت اوف انكم او الانكم ستيتمنت او البروفيت اند لوسز، واتكلمنا عن الاذر كومبريهنسيف انكم. انا النهارده هنتكلم على قائمه كمان اللي هي قائمه الايكويتي، حقوق الملاك. الملاك ليهم ايه وفلوسهم دي راحت فين ومحطوطه ازاي والكلام ده، او الايكويتي ستيتمنت، التشينج تشينج اون ايكويتي ستيتمنت او الايكويتي ستيتمنت، قائمة التغير في حقوق الملاك. الملاك ليهم ايه وعليهم ايه. فعندنا مثلا قائمة اسمها ايه، عندنا جوه بنود الايكوتي دي كومن ستوك، كومن ستوك اللي هي اللي هو اسهم عادية. اسهم عادية، اسهم عادية يعني ايه؟ يعني الشركة مثلا اول ما بتيجي تنزل البورصة بتقوم قايل يا جماعة انا هنزل سي مثلا 100,000 سهم، هنزل 100,000 سهم، السهم ب 10 جنيه، يبقى انا دافع كام؟ 100,000 في 10 يبقى عندي مليون جنيه. فالمليون ده اسمه كومن ستوك، السهم مكتوب عليه 10 جنيه او 10 دولار، يبقى السهم الكومن ستوك هو ده بيتحط هنا. الناس اللي جابت فلوس دي بنحطها هنا مليون جنيه. طيب بعد الكومن ستوك بنعمل ايه؟ ممكن انزل السهم، السهم ابيعه، مش ابيعهوش ب 10، ابيعه ب 11، ابيعه ب 12، ابيعه ب 13، زي ما حصل في شركة اي فاينانس. اول ما نزلت البورصة بعد ما فيش نص ساعة السهم ضرب فوق حوالي 6 و7%، وصل ل 40% زيادة. فالشركات لما بتنزل البورصة بيكونوا نازلين بدي قيمة اسمها بار فاليو، بار فاليو القيمة الاسمية للسهم. فهي ديت القيمة الاسمية اسمه 10 جنيه، مكتوب على الورقة 10 جنيه. انا ممكن ابيع بسعر اعلى بسبب ان الشركة بروميسنج جدا، واعدة جدا، والشركة ممكن تكسب وشركة حلوة، فممكن تبيعه بسعر اعلى. فطالما بقى اول ما نزل ب 10 دولار، لا ده ممكن نبيعه ب 11 ب 12 ب 13. فلو بعته بزياده، الفرق ما بين ال 10 وما بين الزياده ده بنسميه اديشنال بيد ان كابيتال، اديشنال بيد ان كابيتال. دي كومن ستوك، للكومن ستوك. طب انا ليه قلت اديشنال بيد ان كابيتال للكومن ستوك وليه سميناها كومن ستوك؟ عشان في حاجه ثانيه اسمها بريفيرد ستوك، قوائم اللي هو اسهم ممتازه. يبقى في عندنا كومن ستوك وفي بريفيرد ستوك. بريفيرد ستوك يعني اسهم ممتازه. بتفرق ايه الاسهم العاديه عن الاسهم الممتازه؟ الاسهم الممتازه لها بيبقى في الغالب، يعني بيبقى في الغالب العقد بيبقى فيه فايده ثابته غير الكومن ستوك. انت مالكش فايده، انت ليك ارباح، لو كسبنا نديك ارباح، ما كسبناش ما نديكش حاجه. انما البريفيرد ستوك لا، كسبنا ما كسبناش ليك ارباح، بس ما بتاخدهاش الا لو وزعنا. قلنا لك هنوزع ارباح، فهتاخد ارباحك الاول، هتاخد الفايده بتاعتك الاول قبل ما نوزع ارباح. طب ما وزعناش ما بتاخدش حاجه. دي الفرق ما بينها وما بين القروض، يعني عشان ما تجيش تقول القرض ما نفسه زي القرض، لا ده مش قرض، فهو ملكيه، حق ملكيه. البريفيرد ستوك ده نوع من انواع الاوراق بتاعه الملكيه. لو جت الشركه تصفي لا قدر الله، مين اللي بياخد فلوس الاول؟ البريفيرد ستوك. ما بنديش فلوس الراجل ده غير لما بنخلص البريفيرد ستوك الاول، بعد ما نخلص الالتزامات كمان. يعني اول ناس بتاخد فلوسهم الالتزامات، الموظفين، بعد كده مصلحه الضرائب، بعد كده بعد ما نخلص الالتزامات اللي علينا كلها بندفع الفلوس للناس دي. فدي برده فايده ثانيه. البريفيرد ستوك دايما سعره بيبقى اعلى سنه من الكومن ستوك. الفوتنج رايت دايما بتروح للكومن ستوك في الغالب، يعني ما بتروحش للبريفيرد ستوك. لو انت عايز عندك حق تصويت، انا بصوت يا جماعه على اي قرار ياخدوه مجلس الاداره انا عايز اصوت عليه، فانا كمالك الكومن ستوك في الغالب بيكون موجود ليه صوت، انما البريفيرد ستوك ما بيكونش ليه صوت. دي ميزه للكومن ستوك عن البريفيرد ستوك. دي طبعا كلها انا ليه عمال اقول في الغالب ليه؟ لان ممكن العقد ده بيتكتب على حسب الشركه ومجلس الاداره بيكتبه ازاي. مش شرط ان هو بالنص بيكون كده ان البريفيرد ستوك مالوش حق التصويت، لا ممكن يبقى في شركات له حق تصويت، لانه عقد بيتكتب بشكل قانوني وبشكل ليجل، بيتحط لك الشروط بتاعتك والشروط اللي عليك ايه بالظبط. فدوت برضه البريفيرد ستوك. نفس الكلام ممكن انزل البريفيرد ستوك ب 100 دولار وابيعه ب 110 120 115 105 وات ايفر. فبيبقى في حاجه اسمها ثانيه اديشنال بيد ان كابيتال بريفيرد ستوك، اديشنال بيد ان كابيتال بريفيرد ستوك. نفس الكلام. طيب لو انا جيت نزلت اسهم اهو ورجعت خدتها تاني من السوق، انا كشركه اهو نزلت اسهم 100,000 سهم وخدت المليون جنيه من الناس او خدت اكتر،
رجعت بقى ايه، لقيت السوق سعر السهم عمال ينزل، فقلت لا ده انا لازم الحق السهم بتاعي بدل ما يغرق في السوق. فاقوم عامل ايه، انا كشركه انا معايا سيوله زياده، اقوم رايح شاري اقول لهم الناس يا جماعه خدوا فلوس اهي وهاتوا لي الاسهم بتاعتي طبقا بسعر السوق، بشتريها بسعر السوق اللي موجود كاني واحد من بره عادي. فلما بشتري حاجه زي كده بسجلها فين؟ ولا بسجلها ارباح ولا بسجلها خسائر ولا بسجلها عندي استثمارات، لا ده شركتي فما ينفعش استثمر في شركتي. فبسجلها هنا حاجه اسمها ايه، بسجلها اسهم خزانه، تريجري ستوك، تريجري ستوك اسهم خزانه. واسهم الخزانه برضو ممكن يبقى فيها اديشنال بيدنج كابيتال لو انت اشتريتها بسعر وحبيت تبيعها بسعر تاني وكسبت منها، فبيبقى لها ايه وضع مختلف برضو في الحسابات. ما فيش حاجه بتترمي منها على قائمه الدخل خالص. انا اشتريتها مثلا، اشتريتها من السوق السهم نزل بقى ب $9 فاشتريت اسهم خزانه حطيتها عندي هنا اسهم خزانه، جيت ابيعها بعتها ب 11 فكسبت منها، هل المكسب ده يروح قائمه الدخل؟ لا ما بيحصلش. بحطه فين؟ اديشنال بيدنج كابيتال هنا في التريجري ستوك، في التريجري ستوك. الا بقى لو اتخلصت من التريجري ستوك اللي عندي، كل الاذون الاسهم الخزانه اللي عندي رميتها وبعتها كلها وكسبت منها، فالمكسب ده بيقوم جاي رميه بمجلس اداره ان انا ارميه في ارباح مرحله بشكل مباشر، ما بيترميش برضو على قائمه الدخل. طيب في ايه تاني؟ في مثلا ريزيرف، في احتياطي، في ممكن اعمل في عندي ليجل ريزيرف. ليجل عندنا في مصر هنا بنسميه احتياطي قانوني، ليجل ريزيرف. في شركات تانية بتقول لك ما اسموش احتياطي نظامي، احتياطي نظامي. في احتياطات اخرى اذر ليج اذر اذر ريزيرف، احتياطيات. مكاسب من سنوات سابقه بكون بها احتياطي علشان ايه؟ لو ربما يحصل حاجه في المستقبل، انا بكون متخوف مثلا ان يحصل مشاكل في مصنع من المصانع، فيبقى عندي هنا ريزيرف ما بوزعوش ولا باجي جنبه، انا بعمل بس احتياطي كده علشان في المستقبل لا قدر الله حصل حاجه للشركه اعرف اخد من الاحتياطي ده. ومش معنى ان انا باخد من الاحتياطي ده ان انا باخد فلوس وبحط فلوس، لا، على بس عشان احمي قائمه الدخل من انها يحصل فيها خسائر في سنه كبيره مره واحده. ده كل القصه، بس ملوش علاقه بالكاش فلو، ملوش علاقه بالكاش فلو. فليجل ريزيرف، انا مش، ما فيش حاجه اسمها ان انا، ما فيش حد بالمنطق ما فيش حاجه اسمها ان انا اخد فلوس احطها ليجل ريزيرف واقوم واخدها على جنب احطها في البنك واسيبها كده، ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش منطق بيقول كده. انا اخد الفلوس دي اشتغل بيها، بس انا حاططها هنا في الكابيتال مكسب لسنوات قدام ممكن تخسر علشان ما احملش السنوات اللي جايه دي خساره قدام. دي اسمها ليجل ريزيرف، احتياطي، اسمها كده احتياطي، انا بحتاط من المستقبل. في ايه تاني ممكن يبقى في التشينج ان ايكويتي؟ ممكن ريتيند ايرنينج، ارباح مرحله، ريتيند ايرنينج، ارباح مرحله او ارباح محتجزه. انا المكسب في الاخر بيروح من لمين؟ ما احنا قلنا عن فتره، طب الفتره دي خلاص قفلناها، المكسب بتاع الفتره ده يروح لفين؟ يروح هنا في الريتيند ايرنينج. ممكن اوزع منه، ممكن اوزع منه. ففي الحاله دي بقى يظهر عندي حاجه اسمها ايه، ديفيدند، حاجه اسمها ديفيدند، ديفيدند بقى توزيع ارباح، بوزع ارباح من الارباح المحتجزه اللي عندي او المرحله اللي ارباح من سنين سابقه بوزع منها، من بوزع ليه للناس الملاك ديفيدند ليهم. في ايه تاني ممكن المكسب دوت ممكن يبقى عندي؟ ماينوريتي او نون كنترولينج انترست، نون كنترولينج انترست يعني الفئه الاقليه. بمعنى اخر ايه، انا بكون مالك في شركات تانية، فبضم الشركات الملكيه بتاعت الشركه دي والشركه دي والشركه دي، بضمهم كلهم في قائمه مجمعه. ففي ناس مالكه معايا في الشركات التانية دي، بس انا مالك الغالبيه العظمى، انا مالك 70% 80%. ففي ماينوريتي بنسميه، بنحط لهم الجزء بتاعهم فين؟ في نون كنترولنج، حقوق الاقليه او حقوق الناس اللي هم ايه، ما عندهمش قدره على التحكم في الشركه، انا اللي بتحكم بس هم ملاك معايا، ناس شويه صغيرين ملاك معايا. هنشوف بالشكل كويس، هنشوف القائمه ديت بشكل كويس بشكل محترم كده في 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 على شركه، في شركه بيبسيكو برضو تاني. وتعالوا مع بعض نشوفهم دلوقتي مع شركه بيبسيكو وشركه المراعي، هنشوف مع بعض قائمه التغير في حقوق الملكيه هنا وهنا شكلها بيكون عامل ازاي. القائمه اللي عليها الدور القائمه بتاعه الكونسوليديتد ستيتمنت اوف ايكويتي او قائمه حقوق الملاك، حقوق الملاك. فقلنا حقوق الملاك بتتكون من بريفيرد ستوك وفي كومن ستوك. في عندك كومن، في البريفيرد ممكن يبقى في بالانس وكونفرجن وريتايرمنت، يعني حاجات بقى مش عايز ادخلك في تفاصيل قوي، بس عندك اللي هي الاسهم الممتازه وعندك الاسهم العاديه. ما عندكش في البالانس، ما عندكش اون اند اوف ذا يير، ما فيش اي بالانس خالص نهائيا في البريفيرد ستوك. انما الكومن ستوك عندك في الشيرز سنه 2020 كان عندك
البالانس في اخر الفتره كان تقدر تقول هنا طبعا هيقول لك هنا بالمليون، فهنا تقدر تقول مليون مليار 380 مليون شير، الاماونت 23 مليون مليار ولا ايه؟ لا 23 مليون. طيب الكابيتال ان اكسس اوف بار فاليو، عندك بعد الحاجات بقى حاجات زياده عن البار فاليو بتاعت الكومن ستوك، قلنا الكومن ستوك دي بتصدر باسهم بار ببار فاليو، الزياده باسم اسمها اديشنال بيدنج كابيتال او بيسموها هنا كابيتال ان اكسس اوف بار فاليو، ممكن بدل ما اديشنال بيدنج كابيتال بيسموها ايه؟ اكسس اوف بار فاليو. بعد كده عندك ريتيند ايرنج الارباح المرحله، احنا قلنا خلاص في كومن، في بريفيرد، في كومن ستوك، في اديشنال بيدنج كابيتال او اكسس اوف بار فاليو اللي هي الاصدار الزياده عن سعر البار فاليو، ريتيند ايرنينج الارباح المرحله بتاعت الشركه اهي برضه 63 ارباح 63 مليار ارباح مرحله ما اترحلتش ما توزعتش قبل كده، بالانس ات داير اند، اكيوميليتد اذر كومبريهنسيف لوس عندك خسائر او سي اي اذر كومبريهنسيف لوس عندك اهي، البالانس اخر السنه 15 مليار، ريبرشز كومن ستوك اللي هي اللي احنا قلنا سميناها تريجري ستوكس، الريبرشز اوف كومن ستوك، انا اشتريت اسهم من السوق وحطيتها في الشركه عندي، اسهمي في السوق واشتريتها انا، انا اللي اشتريتها مش اديتها الناس اشتروها وادوني فلوس، لا انا قمت دافع فلوس للناس وخدتها منهم تاني، فده معناها ايه؟ ريبرشز اوف كومن ستوك، فدايما بتكون بالنيجاتيف، جايه بالنيجاتيف دايما، فانت عندك اخر عندي 847 مليون سهم بقيمتهم 38 38 مليار. توتال بيبسيكو كومن شير هولدرز ايكوتي، عندك الايكوتي بقى بتاعتهم اهي كلها 13 مليار، نفس الرقم ده لازم تلاقيه في البالانس شيت، نفس الرقم ده لازم تلاقيه في البالانس شيت 13 454. لو احنا طلعنا فوق حبينا نتاكد عشان بس انا عايز بس اثبت لك 13 454، خليك فاكر الرقم، ادي التوتال ايكوتي اهي 13، هنا 552 ممكن يبقى فيه فرق بسيط 552 عشان النون كنترولنج، انا اسف انا بعتذر عشان النون كنترولنج، صح احنا ما جبناش النون كنترولنج، النون كنترولنج طلع ب 92 ب 98، لو جمعناهم على الرقم ده هيدي لك 13552 بالظبط الرقم اللي في توتال ايكوتي، فهي دي ادي الايكوتي ما بتتكونش من حاجه صعبه، يعني عندك بريفيرد ستوك، عندك كومن ستوك، عندك ريتيند ايرننج، عندك كومبريهنسيف انكم، عندك ريبيرشز او تريجري ستوك، مسميات بس بتختلف، يعني ممكن تلاقي مسميات بتختلف، انت من كتر ما بتقرا بعد كده قوائم ماليه تلاقي نفسك عارف ايه الفرق ما بين القائمه دي وما بين القائمه دي وما بين المسميات بتتسمى ازاي. تعالوا اما نشوف كمان قائمه بتاعه المراعي اللي احنا زي ما احنا متعودين بنشوف الاثنين، هنا الشكل مختلف شويه، وده الشكل اللي مشهور قوي في مصر، هنا بنكتبها احنا بالشكل ده مش بالشكل بتاع بيبسيكو ده، عندك رصيد في الاول الربح اللي مش عارف ايه بلا بلا بلا، هنا بقى اهم حاجه انت تبص هنا راس المال كام، فانت عندك راس المال اهو، احتياطيات قد ايه في ريزيرف، ما كانش في اي احتياطات خالص في بيبسيكو، لو احنا خدنا بالنا ما كانش في اي ريزيرف، يعني ما كانش في اي احتياطات نهائي، توتال ايكوتي عباره عن هم 5 6، ما كانش في احتياطات، لكن طبيعي في شركات ثانيه كتير بتكون احتياطي، ففي احتياطي نظامي وفي احتياطيات اخرى، وفي اسهم خزينه اللي هي تريجري ستوك اللي هي مسميها هنا بيبسيكو مسميها ايه؟ ريبيرشز اوف كومن ستوك، ريبيرشز اوف كومن ستوك اللي هي هنا مسميها هنا في شركه المراعي مسميها ايه؟ مسميها اسهم خزينه اللي هو اشترى، فدايما هتلاقيها بالنيجاتيف، احتياطات اخرى عنده برضو بالنيجاتيف، هتلاقيه مثلا خدها من الاسهم خزينه او حاجه، ارباح مبقاه يعني ارباح مرحله ما توزعتش، نفس الكلام اللي هي ريتيند ايرننج موجوده هنا، ريتيند ايرننج في بيبسيكو ادي ريتيند توتال بيبسيكو ريتيند ايرننج اللي هي الارباح مبقاه يعني ارباح مرحله عند من سنوات سابقه ما توزعتش، هتلاقي نفس الكلام، حقوق ملكيه العائد للمساهمين في الشركه الغير مسيطره النون كنترولنج اللي احنا قلنا عليها الناس الغير مسيطرين، نفس الكلام في بيبسيكو اللي هم الناس الحته اللي احنا غلطنا فيها من شويه وقلنا عليهم ايه، كنا فاكرين الرقم ده، لا ده فينا نون كنترولنج انترست اهو، الناس الغير عندها ما عندهاش تحكم في الشركه ما تقدرش تتحكم، اللي هم الماينوريتي الاقليه الناس اللي بتمتلك جزء قليل من الشركات اللي انا بملكها، فدي حقوق الغير مسيطرين يعني، فديت كده قائمه الاجمالي، هتلاقي نفس الكلام بالظبط، لازم تلاقي توتال في التوتال في الاخر خالص، ادي 10 مليار بلا بلا بلا، هتلاقي 16، هم 16 دول هم اللي هتلاقيهم في قائمه المركز المالي حقوق الملكيه، دي التحليل بتاعهم بيقول لك ايه اللي حصل فيها خلال الفتره، بتقرا بتفهم عشان تفهم ايه اللي دار، بتقعد تقرا الحاجه زي كده بتقدر تستوعبها وتفهمها من حقوق الملكيه حقوق الحق المالك، المالك يبص هنا يعرف هو وضعه ايه في الشركه بالظبط.